يا صباح الورد، صباح الحب، صباح السعادة. إن شاء الله اليوم بعمل معاكم حبايب السمك المشوي بالزيت والليمون بطريقة تحفة وسهلة وجميل جدا وطعمه عسل. يلا تابعوا الفيديو وشوفوا طريقتي فيه. حبايب تبارك الرحمن، خلصت الصينية ما شاء الله. شوفوا الليمون وهي من فوق الجدار شلون، والبطاط من تحت ما شاء الله مهري. تهبل، ايه رايكم فيها؟ والريحه طبعا مش هقول لكم، والطعم كمان روعه. مسويه معاها عيش وروبيه. يا مساء الورد، مساء الحب، مساء السعاده حبايب. ان شاء الله اليوم بعمل معاكم، عندي سمك قوري هنشويه مع بعض. هوريكم اسهل واسرع طريقه سمك قوري بالدنيا بالكولات اللي عندي. عندي زيت زيتون، يعني اللي بياكلوا دايت يقدروا يعملوا الصينيه دي هيستنسوا عليها. وعندي ليمون اللي هو الاصفر الكبير مقطع 10 هايش. وعندي السمك بتاعي طبعا اتغسل ومنقوع بمي وليمون. وهنا عندي بطاطسايه كده كبيره او اثنين قطعتهم شرايح سلايس، بس السلايس يكون رفيع كده عشان تعرفوا السمك مش بياخد، يعني مش بيستوي بسرعه، فاهمني؟ هنا بقى عندي ايه، شوفوا عندي هنا ثوم وبصل وكركم، بهارات سمك، وشوية جوز الطيب ولومي وكركم قلت تمام، وطماط شوية تمام. كل دوت هيبقى معانا. وهنا عندي بحط شوية من البهارات رشة كده على البطيطو، تقدروا تقطعوا معاها فلفل وكمان تقطعوا بصل. هحط الملح، ومش تكتروا الملح عشان قلنا عايزينها صينيه صحيه، وعارفين الصحي بيبقى عايز يكون شويه، تكون الصينيه مش فيها ملح كتير. خلاص كده، خلاص دي عندي. وهنا عندي الليمون، خليه هجيب السمك، هجيب التوابل دي زي ما هي كده اهي، التوم مع الطماط مع كله، هخلطهم مع بعض مع الكركم كمان. وانتي بتخلطي حاولي تدعكيها شويه تطلعي الجوسي بتاعها. هناخد شويه من الخلطه هنوزعها على الصينيه، وناخد واحده واحده من السمك مغسول ومتنضف حلو زي ما انتوا شايفين قلبه. هتحشيها كده وبايدك تمسحي عليها من بره عشان تتبل، او لو عندك توم مبشور حطي عليها توم مبشور. وسمكة سمكة بنفس الاسلوب هنحطها كده. خلصنا. بعد ما خلصنا هنولع الفرن على درجة حرارة تكون عالية من تحت ومن فوق، او ترصيهم على ساقة الشواية زي ما شويت معاكم السمك الدجاج قبل كده. شفتوا حلقة الدياي المشوي؟ نفس الحلقة بالضبط، تحطوا على الشواية دايركت وتشغلوا من فوق وتحت وتتشوي. بس انا بما اني حاطه تحتها بوتيتو يبقى مش هينفع اني انا اعمل ايه، اخليها. خلاص شوفوا هنا كده، خلاص خالصين اهي. هاخد شرايح الليمون ارصها على الصينية. دلوقتي احنا عمالين نعمل كل حاجتنا بالبيت لان عارفين الوضع، مرض كورونا مش مريح الفترة دي، فاحنا كل شغلنا هيكون بالبيت. زيت اورجانيك، زيت الزيتون، وهنضيف عليها على كل سمكة كده رشة بسيطة وبس. وعلى الفرن من تحت ومن فوق. اول ما تطلع هوريكم شكل الصينية بإذن الله. اسهل واسرع صينية سمك مشوي بكل سهولة، هتعجبكم جدا والطعم فعلا يهبل. يلا السلام عليكم. طيب تبارك الرحمن، خلصت الصينية ما شاء الله. شوفوا الليمون وهي من فوق الجدار شلون، والبطاط من تحت ما شاء الله مهري. تهبل، ايه رأيكم فيها؟ والريحة طبعا مش هقول لكم، والطعم كمان روعة. مسوية معاها عيش وروبية. يا رب تكون عجبتكم الحلقة. ما تنسوش لايك 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 سبسكرايب، والسلام عليكم.